قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومعناه الذي يحسن معاملة زوجته يعاملها بالتواضع والعطف والرحمة والإحسان والعفو إذا هي أساءت هو من أفضل الرجال، لأن الذي يكون مع امرأته هكذا يكون مع الغير هكذا. كثير من الرجال على خلاف هذا الحديث يعاملون نساءهم لا يتواضع معها، يترفع عليها. هذا لا ينبغي يا أحبابنا، ينبغي أن يتواضع معها ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها ولا يقابل الإساءة بالإساءة.